مستعدين باش نكون معاكم انا نيلة تليلي والشيخ بلال بن محمود من توا حتىش لماضي ساعتين ونص باش نحكيو معاكم في مواضيع دينيه مواضيع اجتماعيه تهمنا وتهم المجتمع. اذا شيخنا عسلامه مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبتين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعه مباركه للجميع، جمعه مباركه منوره بانوار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك نايلة ومرحبا بالفريق الاعداد لهذه الحصه والموثق لهذه الحصه والساده المستمعين والمستمعات على راديو سيس. مرحبا بك شيخنا. نذكروا برقم التليفون تنجموا تتصلوا على 71 885 8. مستمعينا الكرام تنجموا تتصلوا على 71 885 8. تنجموا تبعثوا رسائلكم على صفحة فيسبوك متاع راديو راديو سيس تونس 97.2 FM. طارق باش يكون معانا في الإخراج، حسين باش يكون معانا في الديجيتال لمدة نص ساعة إن شاء الله. شيخنا موضوعنا لليوم، مرحبا، ان شاء الله ربي يعاوننا ان شاء الله. نحن والله نحبوا الموعظه، هذه هي اسمها موعظه باش نذكروا بها انفسنا ساعه ونذكروا بها وخيانا واخواتنا. اولا نذكر اي واحد يتفرج معايا توا ويسمع فيا توا، نذكروا باش يكثر من الصلاه والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وديما كلمه يعرفوها على بلال بن محمود اللي هي صلي على سيدنا النبي تربح. فالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في كل وقت وفي كل ان وفي كل حين، لكن خاصه في هذا اليوم المبارك فان الصلاه معروضه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. اليوم عندنا ذكرى وفاة شيخ عظيم جليل أما في جامع الزيتونة أكثر من 35 سنة، عنده 10 سنوات من اللي توفى. الشيخ هذا اسمه الشيخ الخطوي دغمان رحمه الله تعالى، رجل ضرير، رجل لما يعني ولده يبدا يعني يدز بيه في الكروسه يقري في جامع الزيتونه في 9 حلق، وقت اللي يغيب سفلتين يعرفوا بالصوت من كرامات الله سبحانه وتعالى عليه. علاش انا نحكي هكا؟ المشايخ هذوما ربونا وعلمونا الاخلاق قبل العلم، ونحن الان عندنا 10 سنوات من الثوره. 10 سنوات من الثوره اللي صارت، شنو اللي لينا وشنو اللي علينا؟ لازمنا نراجع حساباتنا، ما هي عشريه كما نقولوا. نحن العشريه هذه لابد انه الانسان يراجع فيها حساباته. علاش قولي بلي دخلت على الشيخ الخطوي وكذا؟ مش نزيدك شيخ اخر ايضا توفي وعنده 10 سنوات، زوز ولا ثلاثه مشايخ ومعروفين في تونس. الشيخ عبد الرحمن الحفين رحمه الله تعالى اللي كان يقري في القران في اذاعه الزيتونه اول ما بدات، والشيخ محمد علي الدلاعي اللي مصحح المصاحف كيف كيف، والشيخ احسن الورغي الى غير ذلك. تقول لي بلال علاش تذكر في المشايخ؟ نذكر في المشايخ هذوما لانه حصتنا اسمها موعظه والناس هذوكم اتعظنا بهم. نعم صحيح. كانوا يعلمونا الاخلاق، كانوا يعلمونا الادب، الادب قبل العلم، يحتويك يعلمك الادب. لكن سؤالنا نحن الان بعد هالثوره هذه اللي عملناها، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظ البلاد والعباد ان شاء الله، وخاصه يالف بين القلوب. 10 سنوات كي نلقاو المجتمع التونسي يتعارك على ارض ثانيه وتطيح فيها الارواح وتطيح فيها الاخلاق وتطيح فيها المعاملات، عن اي ثوره نتحدث؟ اهم حاجه واحد، أهم حاجة الأخلاق. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية أخرى لصالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مصالح أو عفوا صالح الأخلاق. نحن قدوتنا سيدنا صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة عظيمة، وأنا ندعي أي واحد من هذا المنبر أنه يحفظها، السورة هذه فيها صفحتين ونص، حكاية فارغة لكن يبني بها مجتمع، وأي بنية باش تعرس يلزمها تحفظها الآية السورة هذه اللي هي اسمها سورة الحجرات. يقول فيها ربي سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله. أي واحد هو محمدي، أي واحد هو يحمل رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول رسالة، نعم أول رسالة أسسها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق. حتى الصحابة وصلوا قالوا كان صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملينا، يفرغهم من العقائد الفاسدة ومن الأفعال الفاسدة وأمراض القلوب، ثم صلى الله عليه وسلم يعني ينبتهم النبات الحسن وخاصة الأخلاق. لذلك اش يقولوا الصحابة؟ قالوا كنا رعاة غنم فأصبحنا قادة أمم، أصبحوا قادة. نحن الأمة الآن محتاجة إلى قادة، محتاجة إلى قادة في أي ميدان، في الإعلام حاجتنا بقائد، في المسجد حاجتنا بقائد،
في الصناد حاجتنا بقائد في اي في اي مجال. علاش؟ لانه نحن الان والله في ازمه اخلاق نعيشوا فيها، والدليل على ذلك كما ذكرنا في الحصه الفارطه الشارع متاعنا هو اللي يحكي على تونس، واللي يحكي على تونس اكثر هو مجلس النواب الشعب. مجلس النواب اللي قاع شفنا فيه كل شيء، انواع العنف الكل، سواء اللفظي سواء المادي سواء كذا. اين نحن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربي سبحانه وتعالى على لسان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا الآية الله يبارك لكم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله، اسمعني مليح وركز هذاك القرآن خويا الغالي اللي تسمع فيه، اسمع مليح، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، زيد، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني يا مؤمن يا ناس يلي جيت بعد بعثة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تكون ممن يرضى الله عنه، وإذا أردت أن يحببك الله وأن يحببك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتبع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء وفيما أمر. ما نأخذش الدين على زي راسي، اللي حاجة تعجبني نأخوها والأخرى نطيشها. قال شنو ولا واضح ولا؟ وديما أنا قاعد توا نحكي على جانب الأخلاق، توا ياخذوا من الدين اللي حاجتي اللي ويتي مصالحهم. يا عادك الصح، نجي نحط المصلحة فين مصلحتي ونقل لك منها مخرج كما هكا والركع؟ لا، قل إن كنتم تحبون الله، مك بالحق أنت تحب ربي سبحانه وتعالى، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعد شي يقول ربي: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نحن الآن نحكو بعد عشرية، عشرية فقد العلماء وعشرية بداية الثورة. كنجو لخص السنوات اللي مرت، هل الشعب التونسي زادت تلمت الجراح متاعه وإلا تفرقت؟ هل خلونا نخدموا باش نأسسوا دولة، دولة حديثة، نحكو على 2020، نحكو على احترام الآخر أقل شيء، تحترمني في فكري وفكرك أقل شيء. ما هو كي نجيو نحن نقولوا الديمقراطية اللي ندعو له، شنو هي الديمقراطية هي؟ شنو هي الديمقراطية؟ خلينا نسأل الديمقراطية هي تمارس حريتك وحقك وحقوقك بدون أي ما يضغط عليك الآخر، وبدون ما يحط لك حواجز. وبدون أيوة. ثم شيخ توفى عنده عامين ثلاثة اسمه الدكتور الشيخ كمال عمران رحمه الله تعالى، اللي هو كان مدير إذاعة الوطنية سابقا وكذا، كنت نقل عليه في داره نفس السؤال. قال لي، أنا قلت لك يا نيلة، هو قال لي يا بيلين. قال لي شنو؟ قال لي: أنت حر فلا تضر. والله ما احلاها. قلت له: سيدي راه ربي قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. صحيح، ربي سبحانه وتعالى حد لنا حدود، علمها لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، بينها لنا. حق الجار على الجار، حق الزوج على الزوجة، حق الأبناء على أبوهم وأمهم، والعكس، حق الخو على أخوه، على مرت أبوه، على كذا على كذا. هذه كلها بدنا نتعلمها. وأنا ديما نقول ونذكر، ونذكر نفسي ونذكر إخواني وأخواتي، الله يبارك لكم، الله يفتح عليكم. أنا سعدت كثيرا في الحصة قبل الماضية لما اتصلت بنا أحدى الأخوات وسألت سؤال جوهري اللي يعرفه مليح. وقت اللي قالت: سيدي الشيخ، نجم نهز فلوس انا من السروال نتاع راجلي ما غير ما يشلق؟ فهمت انا اش قلت لها في الحاضر؟ قلت: اذا كان احنا وصلنا للمرحله هذه، ما ثمش لذه نتاع حياه، ما ثمش عيشه. يعني انا وياك نسكنوا في دار واحده، ربي شنو يقول سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو محلاه القران: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا، شنو قال ربي بعدها؟ لتسكنوا إليها. شو قال بعدها؟ أغزل القرآن محلاه، وجعل بينكم شنو قال؟ مودة ورحمة. هذاك الحب الحقيقي، مش الحب قبل الزواج، ألو حبيبتي وينك وش تعمل ونحبك وبعد خوف ويولي وبعد شنو؟ شوف، الحب حبين، ثم حب يحبه الله ورسوله، وحب يبغضه الله ورسوله. الحب اللي يبغض الله ورسوله هو الحب الحرام. نجي انا نلعب ببنيه، نحبك ونعمل لك وكذا وكل شيء، بعد نمشي نطيشها، واضح ولا؟ وتعرف سبحان الله المراه خلق ضعيفه وكل شيء، وهذا حرام، هذا يبغضه الله ورسوله. مش نحكي راهو على الحب، مش ضعيفه المراه، لا لا مش مفهوم الضعف هذاك، لا 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 يا استاذه، لا لا بالعكس، المراه قويه. يا استاذه باهي، خلينا نخرج شويه فاصل ونرجع لحكاية. لا 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 ما يصير. راهو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في اول دعوته، اول الدعوه نتاعو، شكون كان السند نتاعو؟ امرأة. امرأة، نعم. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كرمها الإسلام ربي سبحانه وتعالى.
النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لمسات نتاع الحياه نتاعو، في اخر يعني وقت نتاع حياته صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، متكي على حجر السيده عائشه رضي الله عنها. صحيح. وأوصى بالنساء: ما أكرمهن إلا كريم. صحيح. صحيح. وما لمهن إلا لئيم، وأحب أن أكون كريما لا لئيما، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال في حديث آخر، قال: خيركم، أسمعوا مليح الكلام، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هاي بالحق نحكوا نحن، أعطينا نخدموا على هذا، أعطينا نحن كيفاش كما بديت للأسف. لكن ثم الخير، والله مازال الخير موجود، فعلا الخير مازال موجود، لكن نحن قلنا ما يسمها موعظة، هي الحصة نتاعنا نحن نذكره. نذكر ربي شنو قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت تو اللي تسمع فيا وإلا تغزر فيا وإلا كذا، راهو ربي سبحانه وتعالى باش يجيك نهار إذا كان تغفل على الحاجات هذه يقول لك: يا عبدي يا أمتي، راهو جاء في يوم من الأيام فلان وذكرك. صحيح. أنت وينك؟ إيش عملت؟ لتطعز. أيوة. شوفوا أختي نيلة، يقول سادتنا العلماء: كل الكتب التي تؤلف في هذه الدنيا تقرأ. نعم. أي كتاب يتألف في هذه الدنيا يقرأ إلا كتاب واحد ما يتقرأش، يتقرأ مرة واحدة. قال لك: فأحسن تأليفه. أما هو الكتاب، وقت اللي نديك ربي سبحانه وتعالى يقول لك قوم، شو يعرض عليك؟ أش قال؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد ربي يقول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أغزر اسمع محلاه القرآن وكان ندبروه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نكملوا الآية ما يسالش خطر تساعدنا هي. ربي قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أردنا أن نهلك قرية، مش زلازل وكذا، لا لا لا، تعيش في كابوس. قال شنو ستريس ضغط؟ كل نهارات نسمع في جماعة يتكلموا في راديو بين قوسين يقولوا هما نخبة مثقفة، إن شاء الله ربي معاهم وكل شيء، على الصباح يا فتاح احنا خارجين في السيركيلاسيون خدمنا. أسمعني شيء، قالوا راه والله الشعب التونسي عايش ضغط. تلفت واحد ذو شيبة وما شاء الله عليه ونعرفوه لعينة في ذكر اسمه، قال: أنا ننصحهم بحاجة. اللي هي شنو؟ الناس كلها تسمع وقت نحن في يعني في الفيروج والناس كلها زايده في شويه في قالوا ننصحهم بالموسيقى. والله يعطيك الصحه ما شاء الله عليك. ترب يقول: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بشنو؟ بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اسمع القران، اذكر ربي سبحانه وتعالى، بعد ما فيها بيس انت يلا غالب ضعفت شوي باش اسمع موسيقى، اسمع موسيقى على روحك ربي معاك، لكن ما تجيش تقول الحل في الموسيقى، لا، يلزمنا نقول الحقيقه للناس. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله شنو قال؟ تطمئن القلوب. نحن الآن بنياتي وليداتي اللي قاعدين يعدوا توا في الامتحانات، إن شاء الله يا ربي بجاه اليوم المبارك ينجحهم ويوفقهم باش يخدموا هالبلاد الطيبة هذه المباركة إن شاء الله، قاتل مش يجي وقته مش اللي هذا مش يشد طريقه. يا أبو ويا أم، رحموا صغيراتكم، أعرفوا كيفاش تاخذوهم، علموهم الدعاء. يا خويا خذ ورقه فوتوكوبي واعمل دعاء في الباب وانت خارج، علموا باش يعملوا الدعاء، علموا قل له: يا وليدي يا بنيتي انت خارجه في الطريق، في عود مش تسمع لي على الراب على الصباح وانت ماشي للامتحان ولا قرايتك، تعود وقل: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انت محلاها والله ما فيها حد شيء. سيدنا يونس عليه السلام لما يعني ابتلي بذاك الابتلاء ووقع في بطن الحوت، ربي شو قال؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فربي شو قال عليه؟ قال: فنادى في الظلمات، اسمع اسمع القران والله محتاجين للقران، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اوزش قال ربي؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اسمع يا نايل الله يفتح عليك، اسمع محلاها الايه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الايه ما كملتش، اوزش قال: وكذلك ننجي المؤمنين. الله اكبر. انت يلي عندك تاخر عليك المرض، تاخر عليك الانجاب، ماشي عندك ورقه صعيبه عليك، قصد ربي في السيركيلاسيون تحب تخلط في وقتك، كثر من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، والله ربي ما يفتح عليك الابواب. وهذه بالتجربه راه بالتجربه، ما دام قلت لي صحيح مجربه اكيد قتل. هذه بالتجربه، نحن حاجتنا وليداتنا ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعطيهم الوقت الطيب وربي يوفقهم وربي ان شاء الله ينجح كل حد. يا ابو يا ام، راك مسؤول امام الله، راك نقول مسؤول.
مش اني انا كيفاش باش ناخذ احسن لبسه لولدي وبنتي واحسن ماكله يا ودي، هذاك واجب عليك. افضل دينار ينفقه المرء ينفقه على عياله، ما عندكش مزيه. لكن انت راك تستخلف في ربي سبحانه وتعالى في هذه الارض. ربي قال ومحلاه اكل الحوار اللي صار بين الملائكه وبين ربي سبحانه وتعالى، حلو برشا والله. وكان نعرف رحمه ربي بينا والله قال لاخو ندبوها بالشقاف كيقولوا فيها. اسره باش يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واذ قال ربك للملائكه، الحوار مع شكون؟ ربي والملائكه. اسره محلاها، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. الملائكه ما مخلوقين من نور، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أخذ قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أش قال لهم ربي؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. في حديث آخر يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم. فنحن حاجتنا بالرحمنية متاع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت يلي تسمع فيها توا راجع حساباتك معايا 30 ثانية فقط، أرجع لتالي. هل أنت رحمة على أبوك على أمك؟ حتى ولو كان أبوك وأمك ميتين أنت رحمة عليهم وإلا لا؟ تقول لي يا سيدي الشيخ كيفاش إذا كان حيين؟ والله هاني نصرف عليهم ونمشي نزورهم وكل شيء. تي أنا نعرف شكون في تونس يمشي لأمه ولا يسكنوا في تونس الكبرى يمشي لأمه بعد 15 يوم؟ شنو هذا؟ وين عايشين؟ هذا عقوق، هذا عقوق. أمك لازم تمشي لها كل نهار وتبوسها وتقول لها يميم تدعي لي. مالو ولا نجوك كانك النهار نتاع اللي عملوه لنا جماعه الغرب اليوم العالمي للامهات. شو اليوم العالمي؟ اخي نحن عندنا يوم بركه. ربي قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. وقال لك يموت شنو؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم بثه في صدور الرجال، صدقه جاريه، وبعد شنو قال؟ ولد صالح يدعو له. انت خويا تدعي لبوك وامك. شوف يا نايلة وشوف السادة المستمعين أمر مهم جدا. أنا وقت اللي يخرج من الدار نجيب الرحمة البابا وامي وإلا يسبوك وإلا العكس؟ راجع حساباتك، أنا قلت راجع حساباتك 30 ثانية فقط. هل أنت رحمة على أبوك وامك؟ هل أنت رحمة على زوجتك وليداتك؟ هل أنت رحمة على الزملاء متاعك؟ علاش نحن ندخل للإدارة تو تنسينا نقول لكم مكشبرين اللطف؟ سؤال والله سؤال نطرحه. علاش ندخل انا على الصباح مش نخلص حاجه ولا مش ناخذ ورقه نلقى الناس كلها مكشبره؟ يا ودي مولا بيس، يا ودي راهو استأمنك ربي، راهو حبي ربي حتى غاديك راهو منك موقف ديجا قبل ما تكلم تي سي كانه سي باب العرش تسكر. وشكونك انت سامحني؟ صحيح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. انت يا مسؤول وانت يا مسؤوله لابد ان نتبسم في وجوه اخواتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله ولو بشق تمره. اش من التقوى شنية؟ انك تبثك السكينه وكل الرحمه. والله العظيم يا اختي نايله قداش من واحد يغزر الناس تلقاك انت في اللري واقف راه، والله تقول له صباح الخير وتتبسم له، يجيك يقول لك يرحم والدين والديك. اي اي وعندها قيمتها. شو عندها قيمتها؟ هذيك تنجم نهار كامل تعديه لك يا استاذه. تعرف نحكي انا وصاحبي عطار، قال لي تعرف شيخ جبدنا الموضوع هذا، قلت له نعم. قال لي تعرف شيخ؟ قال لي قسما بالله بالتجربه، قال لي جماعه الحومه اللي يسكنوا بحذايا لهنا، قال لي اذا كان على الصباح جاني وقال لي صباح الخير وضحك راهوني على الكريدي. يعني شنو هو؟ ربطنا الضحكه بشنو بال يعني ثم مصلحه. هذه تنطبق على كل 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 استاذ استاذ حياتنا اليوميه فعلا. بالله الدنيا اللي باش يتبسم في وجهك راهو ايوه. شو الدنيا هذه بالله تستحق؟ بالله نسال انفسنا، انت يا ام، انت يا جده، انت يا جد، انت يا خال، انت يا عم، بالله عليكم هنا شفنا الوباء هذا، ان شاء الله ربي يرفع علينا وربي يحفظنا. قديش فقدنا من ناس في عشيه وضحاها، تك الواحد يقصد ربي تستحق انه باش نتشاحنوا؟ ربي سبحانه وتعالى شنو قال للصحابه في غزوه احد الغزوات؟ قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. يا ودي ما تتنازعوش، ما نختلفوش، يلمنا سقف في الدار، تلمنا صحن، علاش نحن نعيشوا في العشاء اللي على حياتنا؟ وحتى كان فما اشكال راهو والله يتحل عاجلا ام اجلا ربي يخلق الحل. لا لا اسمعني، شوف شوف يجيب لك اسباب. شوف نحن مانيش متربين مع ربي، سامحني في الكلمة، تعرف علاش؟ لأنه نحن نسيء الظن بالله، والله العظيم. صحيح. لو نحسن الظن بالله كنت تشوف سيدنا موسى عليه السلام وقت اللي يمشي هو وصحابته قالوا له صحابته يا موسى إنا لمدركون، البحر قدامنا والعدو ورائنا. سيدنا موسى وين متربي؟ متربي عند ربي سبحانه وتعالى وفي قصر فرعون. اش قال؟ قال كلا
محلاها إن معي ربي سيهدين. بالليل نخلوها الشعار متاعنا نحن. سيدنا أبو بكر الصديق لما هاجر هو النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمشركين وقفوا قالوا يا رسول الله، وسيدنا أبو بكر الدموع هابطة من عينيه خاطر لسعته عقرب وما خشوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو المشركين يهبطوا عينيهم شوية يشوفوا ساقينا. قالوا يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ وشو قالوا يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. بالله أنت تبدأ خرج الصباح ومتعاركة أنت وراجلك لا قدر الله، ولا ولدك ما هوش يسمع كلامك، بالله كي تتنفس هكا وتأخذ ثقة في ربي يقول له يا ربي، احكي مع ربي فضفض، يا ربي أنت خلقتنا أنت رزقتنا، يا ربي راني نحب الظن ومتاعي تكون صالح، يا ربي وكلتك أمري وعملك اللي حكينا عليها ما كل التخلي والتحلي والتجلي تو تشوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يفتح الابواب. علاش نعم نعم علاش نحن نعيش في العيشه هذه ونحط في مخي اللي هي عيشه ضنكة؟ انا ننصح اخواني واخواتي كون وخاله الناس الايجابيين تو تعيش ايجابي وما شاء الله عليك. صحيح لابد يصير الفتور يعطيك الصح، واذا كنت تقعد مع السلبيين اي النهار هذا يمل نهار هاو تقص مش عارف كيفاش يغزر الاخر كيفاش يغزر لك دي حتى السفره نتاع الضحكه نتاعك تولي سفرويه يا رسول الله. لذلك نحن لا، ربي قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والله يا جماعه الخير يا سياسيين يا سيد رئيس الدوله يا سيد رئيس الحكومه يا مسؤول على الاعلام يا مسؤول على زوجتك وصغيراتك يا كل واحد مسؤول اتقوا الله في الرعيه، لابد ان نرجع ونتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم والله في ذاك المخرج. والله يكون قدوه من موقع يعطيك الصح. راه ما فيش حد شيء نخلو اهل الاجتهاد ومن يجتهدوا مشايخنا لكن انت كون رحمه، نحن مسحقين نحن مسحقين لان نحن جبدنا للاسف موضوع جبدناه المره الفايته ومش الناس الكل خاصه المعلمين والاساتذه يا اختي نيلة، يعني كانوا يقرا عندي يوتيوب تو نفرح به ما كانش انا مش المقصود. صحيح وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه. انا تو اكيد راه ثم معلمين واساتذه يسمعوا فيا، خافوا ربي سبحانه وتعالى واتقوا الله في الصغيرات. صحيح راه اذا كان تقبل رشوه نهار اخر مش ترجع لك، راه اذا كان مش تعمل كذا راه باش يرجع لك. باهي يا سيدي نرجع نحن للعشريه اللي نحكوا عليها، العشريه نتاع ثورتنا المجيده المباركه. اللي هي مباركه من حيث شنو؟ من حيث باش نحترموا باش يتنحى الظلم. لكن توا حسب ما نرى وخاصه العام الاخرين الظلم ولا اكثر ولا عيناني الظلم. للاسف. يعني القويه كل الضعيف. لكن عملنا ثوره باش نرتاحوا. نحن نحبوا كي عملنا ثوره باش يتقام العدل. اش قال ابن خلدون ولد بلادنا ابن خلدون في المقدمه نتاعو عالم الاجتماع اش يقول؟ العدل اساس العمران. واضح العدل اساس العمران. توك يبدا واحد ينادوله في الدار ولا في عائلتنا اسمه عمران، قولوا عمران ولا عمران؟ قولوا له عمران. عمران؟ هذيك غلط. يلزم نقولوا عمران. اي ما هو سورة آلي عمران. اما العمران هو البناء. لذلك العدل اساس العمران. لذلك نحن حاجتنا بالعدل، اوكي حويجه منا وحويجه منا باش نتعلموا ان شاء الله. لكن شوف يا اختي نيله في هالثوره هذه نعاود نكلم اخواننا واخواتنا على المستوى العائله. 2014 2016 بالنسبه لي كان او 2015 كان عام مؤزم. ايش معناها مؤزم؟ تقولي بلاد بالله تو تحكي لنا على التفاؤل بيجي ترجعنا للتأزيم؟ لا، لانه وصل الخلاف في العائله، انت تابع الحزب الفلاني وانا الحزب الفلاني، ركز معايا مليح، وهزوهم كل السياسيين اللي نشوفوهم في البلاتوات ياكلوا في بعضهم وبعد خبزه القاتو ياكلوها مع بعضهم، اقسم بالله زوز عائلات انفصلا. قاتل انت تابع الحزب الفلاني وانا تابع الحزب الفلاني ومشاو الصغيرات في العفس في الوسط. هذه ثوره وهذا عدل وهذا فكر. الثورة الحقيقية وقت نخدمه وقت السيد المقاول يخدم يخدمك الكياس مريقل مش على الصباح يدعو عليه من مكانه ومن موقعه بالطبيعة. أنا كنت تعرف أنا علاش قلت التحزب ولا يا ابني أختنا بالتحزب كلها حكايات فيها. والله إنما المؤمنون إخوة، كل واحد يخدم هذا الوطن. ربي قال ربي قال ربي قال كل حزب بما لديهم شنو فرحون. أنا مش نوصل المجد ناس نتاع حزب اللي هو مخلوق كيفي كيفه. صحيح. نحن نحارب من اجل الفكره ومن اجل تطبيقها على ارض الواقع ونعرف اش قاعد نتكلم توا. انا كي نجي مسؤول خذيت انت البوست نتاعك وعلى الصباح يا فتاح يا رزاق الناس تخدم الكهرباء وتجي تخدم على ارواحها نلقاو الكهرباء توحل في حفره قد هكا
تي ما باش نسب المسؤول واللي خدم والخدام والكل تي صحيح ولا صحيح تي باش نخبو من غير ما نخبو انت يا سي المسؤول كانك انت قاعد تتمعش راهي الدنيا هذه صغيره راهو سمي المسؤول مسؤولا لانه سيسال وربي قال وقفوهم انهم مسؤولون انت ما دامك تسمعي فيق على روحك تذكرك المتر ونص باش تقف عليه انت انا كي نمشي للسبيطار كي انت قادر باش تعطيني ورقه ولا انت باش تعطيني ورقه علاش تدور فيا على السبيطار كامل وباش تظلمني باش تتعبني علاش للاسف ولينا نخدم كل واحد يخدم الحزب نتاعو ونسينا خدمه الوطن نعم نحن اللي حاجتنا باش نذكروا انفسنا وان شاء الله ربي يحفظنا اظن تكلمنا فيما فيه الكفايه هكا كلمتين خفيف نظاف ان شاء الله والله ربي قلنا فيهم المفيد ان شاء الله ربي يعطينا القبول راه اسمعني بعد ما ارفع البيت سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل انبياء راه مش لعبه وهذا لازم نسمعوها الكلمه ويسمعوها اخواني واخواتي اش قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت القواعد يعني كانوا مبنيين شكون بنى الكعبه المشرفه يا نيل شكون بنى الكعبه المشرفه الملائكه والعرس طلعوهم من سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم انبياء راهو اش قالوا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل اسمع الكلمه ربنا تقبل منا اول كلمه ربنا تقبل منا انت تطلب في ربي باش يتقبل منك صلاتك يتقبل منك صيامك يتقبل منك هك البسمه هذيك وقت اللي جيت حطيت انت راسك على المخده راجع حساباتك انا تبسمت النيله لله وفي الله والا نتقرب النيله باش تقلي لي مصلحه لا ردوا بن والله لو يسود هاته او تسود هذه الاخلاق في المعامل في الادارات في المجتمعات في الطرق نتاعنا في كل الامور والله سينصلح حالنا انا ننتظر والله ننتظر بمناسبه العشريه من هنا لنهار 14 جانفي يتبدل الخطاب نتاع السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الحكومه وكل مسؤول ومجلس النواب والرئيس نتاعو وكل شيء بجاه ربي اعطونا نقطه نتاع تفاؤل بجاه ربي الشعب في حاجه والله فعلا اعطونا حاجه عمليه خلقيه خلينا نتاسوا بها فعلا بالحق راه الاخلاق بالله يا اختي ليلى يعجبك يتقال الكلام الزايد على التلفزه وتجي بعد تقول تي تتعديها كما هكا ولدي وبنتي يتفرجوا ومرتي شنو هذا وين باش نقف ان شاء الله ربي يصلح حالنا وربي يحفظنا وجمعه مباركه ان شاء الله وربي يبارك لك محلاه الحديث معاك استاذ ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا ان شاء الله مرحبا بك نورتنا شيخ كيما كل نهار جمعه وصلنا لنهايه حصتنا لليوم تعديت في ساعه نص ساعه تعديت في ساعه ملتقى ان شاء الله نكونوا فدناكم اهم حاجه ان شاء الله يا رب قدمنا لكم المواعظ اللازمه ان شاء الله ان شاء الله ملتقانا ان شاء الله باش يكون الجمعه الجايه في نفس الموعد من ماضي ساعتين لماضي ساعتين ونص باذن الله نص ساعه باذن الله طبعا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله أكيد. نعم الى ذلك الحين استودعكم الله دمتم في حفظ الله ورعايته بعد شويه باش يجيكم موجز لاهم الاخبار باي باي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته